يقولوا لأمي طب وأنا مالي طب وأنا مالي طب وأنا مالي طب وأنا مالي طيب يا غزالي بس قولوا لأمي طب وأنا مالي 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 طب وانا مالي طيب يا غزالي يا حلاوتك يا دولة ويا حلاوتك. الحمد لله على السلامة يا سيد المعلمين. خمس دقايق بالظبط هتشيلك الملوخية على شوربة جوز الأنارب سلقاهم ومحمراهم هتاكل صوابعك وراهم. الله الله بسم الله ما شاء الله هناكل ملوخية بالأنارب ليلتنا أنارب وعون الله يا نونو. ريح بس انت جتتك قدام التلفزيون وانا خمس دقايق بالظبط والاكل يكون جاهز. بقولك ايه فكريني ننزل على الجيارة بعد ما ناكل عشان اجيب لك جوزين شباشب احسن شبشبك مش عجبني. يعمر بيتك دايما كده فاكرني وكاسيني. امال الراجل اللي ما يشوفش طلبات اهل بيته ما يبقاش راجل. عندك العيب يا اخويا عداك العيب وازح. انا عايز تجيب لي جوزين شباشب اللي شايله همك ومعشرات لكن ست البرنسيسة اللي انت عملت لها تمن ومسحت بكرامتك الارض قلت لها هكتب لك الشقة باسمك وانزل اجيب لك عفش من دمياط لحد ما ركبتها علينا ودلدلت. وبعدين بقى نونا ولا احنا هنفتح في المتقفل ليه؟ انا بس صعبان عليا منظرك وانت راجل كبير ومعلم وشحت كده وانت متهزق قدامي ومهزقني معاك وهي مستقويه بالحكومه وماشيه مع الواد الظابط ده. ايه هي ماشيه معاه؟ ايوه. امال هيعمل لها كل ده عشان ايه؟ الشرطه في خدمه لمؤاخذه الشعب. انا بس اللي صعبان عليا كرامتك وكرامتي اللي داسوا عليها وانا راح اطلب لك ايديها. ما خلاص قصه وخلصت وحوار وراح لحاله. لا يا اخويا ما راحش لحاله ولا حاجه. انا ما استحملش قرفك وهمك وحرماني من الدنا وفي الاخر ترميني في الشوارع وبات في الجامع وبتلطم زي الشحاتين. تفهمي بقى يا نوال اللي فات مات انت عاوزه ايه دلوقتي؟ عايزه رد شرف. عايزك تكتب لي البيت ده كله باسمي. ايه اخر حاجه ممكن اتخيلها ان نادر كل علاقه بالموضوع ده؟ يا سلام ما انا كنت شاكك فيه من اول لحظه. الباشا مجمد القضيه وما بيحركهاش خالص. بس انا خلاص ما بقتش قادره اثق في حد حتى انتوا مش قادره اثق فيكم. انا مش عارفه اصلا انتوا معايا ولا ضدي. مش عارفه انتوا بتكلموني بجد ولا بتضحكوا عليا. انا حاسه ان انا خلاص هتجنن. ممكن تهدي شويه يا هايدي؟ ايه يا هايدي يعني احنا هنكون يعني ضدك مثلا؟ اكيد احنا معاكي. ده انا قومت محامي كبير قوي وهو طمني وقال لي هيبص على ورق القضيه وان شاء الله هيلاقي حل. بعد ايه ما خلاص مفيش فايده. عندك حق تشكي في الناس كلها بس الا احنا يا هايدي. عارفه ليه؟ عشان احنا بنحبك وهنقف جنبك لاخر لحظه. يلا لازم امشي بسرعه لحسن محمد راجع من المطار ولازم يلاقيني في البيت. يلا هايدي انا ماشي. خدي بالك من نفسك ولو احتجتي اي حاجه انا موجود. باي باي. باي باي يا طارق. يلا خلي بالك عليك نتجوز يا واد. مساء الخير. مساء النور. عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. قرايبك دول؟ لا دول قرايب جوزي. انا سمعت فعلا كنت متجوزه الله يرحمه. هو انت اصلا سافرتي من مصر امتى؟ من زمان بقى من وانا صغيره. ولسه راجعه بقى على كده؟ اه لسه راجعه. طبعا حاسه ان مصر متغيره كتير. هي متغيره الحقيقه متغيره. وانت بقى كنت عايشه فين في الخليج؟ انت ليه بتحقق معايا كده زي ما اكون متهمه عندك؟ وبعدين انت بتطاردني ليه؟ انت عايز مني ايه بالظبط؟ لا انا ابدا مفيش حاجه وبعدين اسف جدا اذا كنت بزعجك. عن اذنك.